السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا. نرحب بحضراتكم، نتمنى تكونوا إن شاء الله في أفضل حال. نرحب بيكم في منصة علم التعليمية، معاكم مستر إبراهيم محمود في مقطع جديد من سلسلة شخصيات من ذهب المقدمة إليكم من سلاسل حدائق العلم للمعلومات العامة. كنا اتكلمنا في المقطعين السابقين عن شخصيتين من التاريخ الإسلامي، واحد منهم كان من الدولة السلجوقية والآخر كان من الدولة الأموية، السلطان المعظم ألب أرسلان ثم بعد كده الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك. النهاردة هتكون شخصيتنا مختلفة شوية، هتكون أقرب لمصر بلدنا أكتر، وهتكون مرتبطة بتاريخ أقدم من التاريخ الإسلامي. سنة 4242 قبل الميلاد قامت في مصر أول حكومة مركزية عشان تقسم مصر ل 42 إقليم، كل إقليم ليه حكومة، كل إقليم ليه جيش، كل إقليم ليه رمز وليه رعاية وليه علاقات بالإقليم اللي حواليه. ثم بعد كده استطاع بعض الملوك الأقوياء إن هم يكونوا دولتين، دولة في الشمال في مصر السفلى أو في الدلتا، ودولة في الجنوب في مصر العليا أو في الصعيد. واستمر التنازع والخلاف ما بين الدولتين لأعوام وأعوام كتيرة جدا، لغاية عام 3200 قبل الميلاد مع تولي عرش مملكة مصر البيضاء أو مملكة الصعيد أو المملكة الجنوبية ملك يسمى ميني أو يسمى نرمر أو يسمى حور، اللي احنا بنطلق عليه الملك مينا نرمر موحد القطرين. الملك مينا من صغره وكان بتطرده أحلام حكم مصر الموحدة. ليه عندنا دولة في الشمال ودولة في الجنوب؟ ليه احنا مختلفين مع ان الناس دول هم الناس دول، مع ان الحكام دول قريبين من الحكام دول، مع ان الارض دي هي الارض دي، ليه يكون في حاجز ما بيننا؟ وبدأ في محادثاته مع مملكة الشمال، ولكن ملوك مملكة الشمال ما رضيوش ان هم حتى يجلسوا للمفاوضات معاه، فجمع جيشه وبدأ في قتاله لمملكة الشمال حتى استطاع الانتصار عليهم وأسر الملك الشمالي وقتله وانتزع التاج الأحمر تاج مملكة الشمال، وسمي بصاحب التاجين ملك الأرضين نسر الجنوب وثعبان الشمال الملك مينا نرمر موحد القطرين وباني حضارة مصر القديمة ومؤسس الأسر الفرعونية، عشان يكون هو أول فرعون في تاريخ مصر أو أول ملك لمصر الموحدة. طيب، معنى اسم مينا إيه معناه في اللغة القبطية القديمة أو في اللغة المصرية أو في اللغة الهيروغليفية القديمة؟ معناه ثابت أو راسخ، فعلى أغلب الظن إن هو مينا ده كان لقبه، ولكن كان اسمه نرمر. إيه أهم الأعمال اللي عملها الملك مينا بعد توحيده للقطرين؟ الملك مينا ما اقتصرتش أعماله على أنه بوحد القطرين بس وبقى ملك لمصر الموحدة وقال لك كده إيه كفاية وخلاص وقعد في بيتنا والدنيا حلوة، لا، هو أهم حاجة قام بيها أنه مهد لكل الملوك اللي جايين بعديه إزاي يحكموا مصر. فأول فكرة فكر فيها قال إزاي تكون العاصمة بوتو الشمالية اللي هي موجودة في محافظة الشرقية في مدينة بلبيس حاليا، أو طيبة الجنوبية اللي هي موجودة في محافظة الأقصر حاليا، دي في أقصى الجنوب ودي في أقصى الشمال. فكان أول فكرة نفذها أنه يعمل عاصمة موحدة في وسط مصر، فاختار مدينة سماها من نفر أو ذات السور الأبيض، القلعة ذات السور الأبيض. بنى من نفر اللي هي موجودة حاليا في قرية ميت رهينة في البدرشين في الجيزة، وتقع في متوسط مصر بالضبط.
اليونانيين لما دخلوا مصر أطلقوا على من نفر ممفيس، ثم بعد كده الفتح العربي الإسلامي أطلقوا عليها مدينة منف، وسيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر بنى مدينة الفسطاط أو نصب الفسطاط بتاعه اللي الخيمة بتاعته بجوار إيه؟ بجوار مدينة منف، وبنى الجامع بتاعه قريب منها عشان تكون هي عاصمة مصر الأبدية. لغاية دلوقتي القاهرة قريبة جدا من منف، يعني في وسط مصر. انتهينا من المقطع بتاعنا النهاردة، نتمنى تكونوا استمتعتم معانا، وبإذن الله نلتقي في مقاطع أخرى من سلسلة شخصيات من ذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.